الفن فنك الفن فنك نحييك يا موروث داري قبل اندثارك وانت ندم جينا وراك نقص ثاري نكفر جبال وسحن ويم نكفر جبال وسحن ويم الو يا ليتني نشوعه الو يا ليتني نشوعه هاي اليوم لو ناخضع راس الهقيق الو يا ليتني نشوعه وناخضع راس الهقيق ولا رعتني سميحة علو ولا رعتني سميحة حي اليوم اللي ولا كسلني الحبيب يا عوب علو علو واي كفيت بمي علو واي كفيت بمي حي اليوم اللي وعلى غيسرة غيسر زهالي علو غيسر زهالي حي اليوم احس بغيز انقرى يعوب علو علو يا سميح علو حنيتي علو يا سميح علو حنيتي حي اليوم اللي ما ينفعش لحنين علو يا سميح علو حنيتي ما ينفعش لحنين وانتي حنيتي ساعة علو وانتي حنيتي ساعة لو انا حنيت سنين يا عوبي هاي اليوم لو ناخضع راس الهقيق علو يا ليتني نشوع ناخضع راس الهقيق ولا رعتني سميحة علو ولا رعتني سميحة هاي اليوم اللي ولا كسلني الحبيب يا عوبي كيف حالك ما؟ والله الحمد لله. كيف صحتك بخير؟ بخير وعافية. وما شاء الله كيف كنتي تعيدي مال الأول؟ الحمد لله الحمد لله الله يطول أعمارك. الله يجزيك الخير، والله هذاك الزمان صراحة يعني زمان جميل. وأبوي لو طالع فغافة. لو حقنا غافة. الله يعطيك، نحن إن شاء الله هنسولف عن الماضي. الحمد لله. خذ راحتك شوية. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. حلقة جديدة من ضمن برنامجنا المتجدد دائما الفن فنك. حلقتنا لهذا اليوم نتحدث فيها عن الماضي، وضيفتنا في هذا اللقاء الفنانة الشعبية موزة بنت سرور اليعقوبية. كيف حالك ما؟ الحمد لله ابوي، عساك بخير. خير سلمك الله. ما شاء الله. وانتو بخير. خير وعافية. الحمد لله الحمد لله. ما نعم. انت كان دخلت الميدان اول شيء. اي نعم. كم كان عمرك؟ والله ما وكت يا ابوي تقريبا يمكن 50. لا يعني عمرك كم يوم كان يجي 15 سنه؟ ها ها اكثر اكثر هي يجي 20 20 سنه. هي من زين هي كان 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 حياه بريك ذيك اليوم. لا حياه بريك حياه بريك الله يرحمه. وخلافه مره العوف العوف نعم الله يرحمهم يغفر مين. هي انزين ما هنتكلم عن الفن اللي هو هوبي شمالوه. متى يسووا ذا الفن؟ الفن يوم نخرج نغني في الليل. في الليل هي نتشابك هو نغني هي في الليل هي في الليل نخرج نغني نتغنوا هي هي نغني في وتونسوا حالكم. هي نعم في الليل يعني نرمش ونسي نغني من حارها حارتي كان نروكض من حارها حارة. نعم ندور الغنة ندور الغنة والفن. نعم ايوه نعم. زين تذكري من كان ذيك الزمان معاش يعني من الحريم اللي كانوا معاش في هذاك الوقت؟ معي بنات شيوختي الاربع اربع بنات سام سلطان موزه. نعم. وشيخه واسمها ورايه مرايه واسمها دي ايه اسمها نصره نصره اي بنات سام سلطان ايه. ومعي اسمها حياه اسمها ما خلدوه دي هو الأخرى من سلمة ها الأخرى دي اسمها نسيتها والله الله معيوفة معيوفة أيوه الله وهم يتسمعوا معيوفة وخلدوه
وهذه لكم حياة اسمها سعادة العاقلية. إيه هي وهذه لتحيل نعم. الله يرحمهم. الله يرحمهم كلهم الحمد لله. زين باين سمعينا هذا الفن اليوم نبى نسمع منش هذا الفن هو بشمالوه. وش يقول؟ يقول هو بشمالو يودان داني. زين سوي غني يا حلنا هذه. يلا نعم. هو بشمالو يودان داني اللي داني لوين مين داني. هو بشمالو يودان داني اللي داني لوين مين داني. هو بشمالو الأول بدينا وبالرحمن سمينا. هو بشمالو الأول بدينا وبالرحمن سمينا. هو بشمالو والثالثة أكل ثالثة أكل ثلثنا العقصي عالراسي. هو بشمالو والثالثة أكل ثلثنا العقصي عالراسي. هو بشمالو والرابعة بربنا الأعلى تعالينا. هو بشمالو والرابعة بربنا الأعلى تعالينا. هو بشمالو والخامسة أكل ما غطنا الخمس وحاينا. هو بشمالو والخامسة أكل ما غطنا الخمس وحاينا. هو بشمالو والستة كل طانفنا البوش وسرينا. هو بشمالو والستة كل طانفنا البوش وسرينا. هو بشمالو والسبعة استيعد فيها زمانينا. هو بشمالو والسبعة استيعد فيها زمانينا. هو بشمالو والثامنة معاليك نيورا بايا الجود. هو بشمالو والثامنة معاليك نيورا بايا الجود. هو بشمالو والتسعة كي عليك نحرزي بن داود. هو بشمالو والتسعة كي عليك نحرزي بن داود. هو بشمالو يودان داني اللي داني الويل من داني. هو بشمالو يودان داني اللي داني الويل من داني. هو بشمالو والعاشرة مطلي علي مجهود من ذي. هو بشمالو والعاشرة مطلي علي مجهود من ذي. هو بشمالو يودان داني اللي داني الويل من داني. هو بشمالو يا عريشي القيض هين الحين بخليته. هو بشمالو يا عريشي القيض هين الحين بخليته. هو بشمالو خليته وسط الحيشة وفالروح ضميته. هو بشمالو خليته وسط الحيشة وفالروح ضميته. هو بشمالو خاطف عصيف البحر وزرعتي كشخ صاب. هو بشمالو خاطف عصيف البحر وزرعتي كشخ صاب. هو بشمالو لا تشمت ويعارب حتى القمر يصطاب. هو بشمالو لا تشمت يعارب حتى القمر يصطاب. هو بشمالو الله يعطيش العافية. عافي الجميع. رجعناش أول رجعناه. الحمد لله. الله يطول. إنزين بعد شيء عندكم غنى حل لما تسوي القهوة؟ نسوي القهوة نغني. تغنوا؟ هذا الغنى. الغنى ما الأول. إنزين الغنى هذا مع من تعلمتوه؟ يعني ربك من يعني حد قدامكم كان حد قدامنا مو عبد من اللي كان قدامكم الله عندنا من وكيد يا ابوي من قدامنا غير عندنا سمعنا ما حياه خلدوه ها ما حياه خلدوها ما حياه خلدو قبل ده الغنه قبل هي قبل خلدو قبل وقبل زين خلدو كانت في الشرق حتى ما احنا اها متزوجه في الشرق ما في الشرق فيه توها الله يعطيش العافيه ايها يوم خلدو احنا من شاش الركيبه صحيح صحيح زين نباش تسمعينا هذا الفن اللي يقول مال القهوه وقليتوها وشي كان عبر يروح خضيتوها ويوعين يوم قهوه قليتوها وشي كان عبر يروح خضيتوها يوعين يوم
يودين يوداني ودين اللي داني والويل من داني يوعين يوما يودين يوداني ودين اللي داني والويل من داني يوعين يوما سير لك خطو وبوي لك موحولين وبختو يوعين يوما سير لك خطو وبوي لك حولين وبختو يوعين يوما نرعى غنم في سيوح وسيرتو قتلتو وجيتو حياتو الروح يوعين يوما نرعى غنم في سيوح وسيرتو قتلتو وجيتو حياتو الروح يوعين يوما يا حبيبي وينو وين كاحل بلا صفو مسود هد بعينو يوعين يوما مسود هد بعينو كاحل بلا صفو مسود هد بعينو يوعين يوما سيلتو المرعد على الراس معهن قيلتو يوعين يوما نرعد السيل سيلتو المرعد على الراس معهم قيلتو يوعين يوما يا سلام ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما موزة الله يعطيك العافية عافية جزاك الله خير بارك الله فيك انزين هنروح بعدنا في موضوع الرحى اي والله طحني يا رحى طحني يا رحى هذا طبعا زمان يسووها يوم نطحن يوم تطحنوا طحنوا البر اي يوم نطحن هي هي طحنتي ما في زمانك؟ إيه نعم طحنت نعم هي. طحنت ما هيك أنتوا ساكنين أول يوم كنتوا تطحنوا؟ مع الشيوخ إحنا مع الشيوخ هي مع ميتين من أبونا ونرتدينا مع الشيوخ جزاهم الله خير جزاهم الله والله مع إنزين ما وقت لما مثلاً تعملوا هذا الرحى وطحن الرحى يعني تلتقوا في مكان ولا كل واحد في حاله؟ كل واحد يعني في حاله نلتقي يعني في مكان الصوفات هناك وفي حارة وراء أربع رحي نعم ذيك تطحن على رحاها والأخرى على رحاها كل حد تيتي شيء كل حد هي يغني بيغني بهواه هي هي كل حد على هواه هي زين نعم على هواه هي زين متى يعني تبدو مثلا مو من الوقت اللي تبدو فيه مثلا متى هتبدو الصبح؟ من ايام لما نصير نطحن هي الصبح ولا الصبح. عصر ولا في الليل ما يلكم وقت يعني ها ما يلنا وقت ما يلكم وقت انا افكر يعني وقت الصباح بس ها الصباح نصير نحش اها محش ايه نعم 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 حشيش نعم الحشيش ولا مثلا الحطب ولا الحطب صحيح هي. ولما ديو يعني تعبتوا في زمانكم تعبتوا خضينا دي جرعة الرقي وصحة نعم 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 وبعدين رحتوا مرة ثانية على الرحى على الرحى نعم هي ان شاء الله اي والله انزين الرحى من وين هذا الحب البر من وين كان اول تحيدي من هنا يزرعوه يزرعوه هنا هي يزرعوه في عبر بالجبيات وكلهم يزرعوا وحرسنا بعدنا لوحنا المقلاع اللي على الطبيرات ما شاء الله هي بعدنا نعم. هي والله انزين ايش يقول الفن في الرحى الرحى يقول يا رحيتي دور دو ها وطحاني يا الرحاية وطحاني يا الرحاية وطحاني يا الرحاية من زال الشمس حاية من زال الشمس حاية من زال الشمس حاية وسيريو درهيمة وسيريو درهيمة أطحن زهي بخوية أطحن زهي بخوية هاي مدي لي شرقية هاي مدي لي شرقية هاي جيب لي مرية هاي جيب لي مرية هاي جيب لي منثورة بجيب لي منثورة نعم ومقطعة بعمورة ومقطعة بعمورة وسيريو درهيمة أطحن زهي بخوية ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك احنا حقيقة يعني جزاك الله خير وبارك الله فيك يعني استمتعنا حقيقة بهذا الكلام الطيب وهذا الفن اللي موجود معكم الحمد لله ويبقى هذا كنز حقيقة يعني هذا كنز نرجع له وقت ما نحن نريد وليش جزيل الشكر ما قصرت يعني الحمد لله أبوي الحمد لله وبارك الله فيك احنا وياكم مشاهدينا الكرام احنا كنا اليوم مع الوالدة موزة
الفنانة الشعبية في ولاية عبري، وخضينا هذه الفنون القديمة اللي تحتفظ هي بهذه الفنون الأصيلة اللي حقيقة من خلالها قدرنا أن نوصل يعني أنه هذه الفنون بما أنها هي موجودة عندها أن احنا يعني نظهرها للجيل الحالي والجيل الآخر والقادم بإذن الله تعالى. جزاك الله خير ما الله ابوي وطول عمرك طويل ابوي وبارك الله فيك. احسنت ابوي. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا معكم الى ختام برنامجنا الفن فنك مع ابو شاب، ولكن قبل الختام ان شاء الله راحين نعرض لكم عرض بسيط من ملامح عمانية لبلدنا الحبيبة عمان وبالأخص في ولاية عبري. تقبلوا تحياتي، أنا محبكم محمد اليعقوبي أبو شهاب، وتحيات فريق العمل، ونشوف هذه الملامح العمانية وإلى اللقاء.